بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في تدبرنا في سورة الصافات عند تلك الآيات العظيمة وتلك الرسالات التي جاء بها الأنبياء، تلك الرسالات التي قام فيها الأنبياء بدورهم في تعزيز موقع العقل الذي أراد له القرآن العظيم أن يكون له مكانته وأصوله وقواعده في التفكير التي تسوق الإنسان وتهديه إلى الإيمان بخالقه الواحد الأحد الفرد الصمد، ونبذ كل أشكال الشركيات والصنميات والخرافات التي ملأت العالم في كثير من حقب الزمان والمكان. نحن لو تأملنا في تاريخ البشرية لوجدنا أنها قد ملئت بكثير من الخرافات والأساطير، حتى أن عدداً من المؤرخين اليوم يؤكد أن البشرية عبر تاريخها البشري استندت إلى الخرافات والأساطير أكثر بكثير مما استندت إلى منطق العقل. ولكن القرآن العظيم فيما يؤسسه وخاصة في هذه السورة المباركة أراد أن يعلي من شأن العقل، ذلك العقل الذي لا يقبل أبداً إلا التوحيد، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. من هنا كان هناك العديد من المصطلحات كمصطلح عبادنا المخلصين في هذه السورة المباركة. لماذا؟ لأن الإيمان والعقل السليم لا يمكن إلا أن يقود صاحبه إلى إخلاص العمل لله وحده والتوجه الخالص بالعبادة لله وحده. أما الشرك، أما التخبط الأعمى، أما ادعاء الولد لله سبحانه وحاشاه جل شأنه عن ذلك، أما التخبط فيما يفعله الشيطان وما يفعله الجن وما يفعله الملائكة وما غاب عن الحس والدخول في دهاليز الظلمات، فذلك ليس من الإيمان في شيء. وتنتقل الآيات من نبي إلى نبي لتبين كيف أن هؤلاء الأنبياء الكرام الذين قال عنهم القرآن سلام على نوح، سلام على إبراهيم، هؤلاء الأنبياء قاموا بدورهم وأمانتهم في تعزيز موقع العقل البشري، وما يمكن أن يسوق ذلك العقل صاحبه إلى التوحيد والإيمان. فمن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل إلى إسحاق وذريتهما إلى موسى وهارون، قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. أي كرب يحدثنا القرآن عنه؟ كرب فرعون، كرب العيش تحت سطوة فرعون وجبروته، ذاك الفرعون الذي أبى إلا أن يجعل السحر عرفاً مشاعاً وتقليداً مكرماً معززاً في قومه وبين من يريد ومن يشاء. وكان قد أحاط فرعون نفسه بجملة من السحرة الذين علمهم السحر وأغدق عليهم بأموال طائلة لأجل أن يوهموا الناس بخديعة السحر وما يمكن أن يفعله السحر في حياتهم. ولهذا كان أول ما اتهم موسى به هو السحر، وادعى أن ما جاء به موسى هو السحر ولا شيء غير السحر. ثم إن السحرة الذين سخرهم وجندهم فرعون لنصرة أقواله وأفعاله وتمرير مذهبه الطائش، ما كان منهم حين رأوا الحق إلا أن خضعوا لما جاء به موسى من الحق. قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهم الكتاب المستبين، وهديناهم الصراط المستقيم. فارق شاسع بين ما جاء الله به على لموسى عليه السلام من التوراة التي أنزل فيها الهدى والنور المبين، وما جاء به السحرة
وما جاء به فرعون من الضلال المبين. الضلال ليس كالهدى، والسحر ليس كالإيمان والمعجزات التي ينزلها الله على أنبيائه وصفوته من خلقه تعزيزاً لرسالاتهم. هذا ليس كهذا، هذا يهدي إلى الضلال والجحيم، وذاك يهدي إلى الصراط المستقيم. قال: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وتدبروا معي في كل قصة من قصص هؤلاء الأنبياء، ما يذكر عنهم إحسانهم، ما يذكر عنهم ذاك الإيمان الذي سكن قلوبهم، ما يذكر عنهم تلك الأمانة التي حملوها لأقوامهم، هذا هو الذي يبقى. أما ما يتوهمه الخلق من ملك ومن جاه ومن مال وما من كل الأشياء التي ينشغلون بها عن الله سبحانه، لا قيمة لها. قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قوم أرسل إليهم إلياس، يقال أنهم من بني إسرائيل، عبدوا البعل من دون الله سبحانه وتعالى، فوقف هذا النبي بمفرده أمام هؤلاء الجمع يسفه ما وصلت إليه عقولهم الساذجة التي ما استطاعت أن تدرك عظمة الله سبحانه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، الله ربكم، وليس هذا البعل، وليس هذا الصنم، وليس هذا ما اتخذتموه، فكذبوه. سنة الله ماضية أن النبي يقوم برسالته، وأن كثيرا من هؤلاء القوم يكذبون. قال: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. جرت سنة الله في الخلق أن يقوم هذا النبي بدوره، كذبه من كذب وآمن به من آمن، ولكن ذلك لا يغير في حقيقته شيء. قال: وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تمرون على آثارهم وما تبقى ربما من مدينتهم، وبالليل أفلا تعقلون، أفلا تحرك فيكم تلك الآثار التي تمرون بها وتلك المساكن الخاوية من أهلها، أفلا تحرك فيكم الفكر، أفلا تحرك فيكم بصيرة، أفلا تعقلون، أفلا تحرك فيكم تلك الآثار. أين ذهب هؤلاء؟ لماذا انتهت حضارتهم؟ لماذا بادت مدنيتهم؟ أفلا تفكرون في هذا؟ هو أعظم ما يميز الإنسان عقله، ولكنه إذا ألغى ذلك العقل وما عاد يفكر ولا عاد يحلل ولا يربط ولا يستنبط، فأين معنى العقل هنا؟ قال: وإن يونس لمن المرسلين. قصة جديدة يمر عليها القرآن العظيم في سورة الصافات. يونس الذي أرسل إلى قومه وما آمن قومه، ما آمن قوم يونس، ويونس عليه السلام ظن أنه يستطيع أن يخرج ويترك قومه ويذهب ويفر إلى الفلك المشحون، إذ أبق إلى الفلك المشحون ورأى فلك وسفينة عامرة ومحملة بالركاب والأمتعة، فساهم فكان من المدحضين. أراد أن يفر من قومه، ولكن ما كان له كنبي مرسل أن يخرج قبل أن يؤذن له بالخروج، والآية فيها إشارة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يخرج من مكة على الرغم من كل أشكال الحصار وكل أشكال التنكيل والسخرية والاستهزاء التي واجهها به قومه، إلا أنه ما كان له أن يخرج قبل أن يؤذن له بالخروج.
أنت لا تخرج بنفسك، وإنما تخرج حين يأمرك الله أن تخرج. قال: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أن كان من أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ربي عز وجل فتح أمام هذا النبي المبارك يونس عليه السلام أبواب الدعاء والمغفرة والاستغفار وطلب العفو والصفح منه جل شأنه، وهو في بطن الحوت وظلمات الحوت. لماذا؟ حتى يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أن قوته غالبة، وأنه غالب على أمره. سواء كنت في بطن الحوت، أو كنت على ظهر الأرض، أو كنت على ظهر سفينة أو فلك مشحون، لن تفر من أمر الله سبحانه جل شأنه. قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. آمنوا حين أذن الله أن يؤمنوا، آمنوا حين ربي سبحانه وتعالى أذن لتلك القلوب الضالة بالهداية، ولكنهم ما آمنوا حين أراد لهم يونس أن يؤمنوا. أنت لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إيمان القوم ليس بيدك، بيد الله سبحانه جل شأنه. النبي والمصلح والمنذر والمرسل أو المرسل إلى قومه لا ينبغي أبدا أن يتدخل في هذه القضية. أنت عليك البلاغ، والله الذي بيده الهداية. ثم إذا بالآيات تلتفت من جديد إلى القوم، إلى هؤلاء من الكفار والمعاندين، إلى أولئك الذين ادعوا البنات لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعلى الرغم من سفاهة أقوالهم وحماقة ادعاءاتهم، إلا أن القرآن العظيم يضرب أعظم المثل، ويقدم كل هذه الادعاءات الواهية التي ليس فيها حجة ولا عليها دليل ولا برهان، ويضعها على الطاولة هكذا أمامنا، وينزل فيها قرآنا يتلى، وتبقى هذه الكلمات التي قالها هؤلاء من الكفار والمعاندون. لماذا القرآن العظيم يأتي بكل هذا؟ لماذا لم يلغي تلك الأقوال البائدة؟ لماذا أنزل فيها قرآنا؟ لماذا حفظ هذه الأقوال القرآن؟ ليعلمنا القرآن العظيم أنك في قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى عليك دوما وأبدا أن تطرح كل القضايا للحوار والنقاش، ولا تخشى شيئا أبدا. أنت على الحق، دينك هو الحق، ما يدعونه هو الباطل، وما يدعون إليه هو الباطل، ولا برهان لهم به، ولا برهان لهم عليه، ولا سلطان به، ولا دليل عليه. إذن مما تخاف؟ أنت تخاف من أي شيء؟ أنت تخشى من أي شيء؟ وهنا أسس القرآن العظيم علم المناظرة والمجادلة. لماذا؟ لأجل أن يتعلم المسلمون كيف يدافع ويحاجج عن دينهم. دينك الحق، دينك هو الحق، لا تخشى شيئا، واجه العالم بهذا الدين، واجه العالم، ولكن هذه المواجهة ينبغي أن تكون قائمة على الدليل البين الساطع الواضح، على العلم الذي يقوم على هذا القرآن العظيم. القرآن يعلمك كيف تحاور، القرآن يعلمك أنه لا تابوهات هنا، كل شيء في قضايا الإيمان ائتي به على الطاولة، ناقش وحاور صاحبه، حاوره في ادعاءاته، لا تسفه له رأيا، ولكن قارئ الحجة بالحجة والدليل بالدليل. قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ أنتم تقولون أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث، وأنتم جبلتم على كراهية الإناث، وأنتم تعتبرون أن ولادة البنت عبء ثقيل عليكم ولا ترغبون فيه ولا تريدونه، والقرآن حكى عنهم وعن بعض قبائلهم
أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذه تقاليدهم وما تعارفوا عليه. والآن هم ينسبون الملائكة يقولون أنهم بنات وأنهم بنات الله. فالقرآن يواجههم بالحجة، والقرآن يقارعهم بالدليل. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. هذا الإفك والافتراء البين الواضح الذي جاءوا به لهم شهود عليه؟ هل حضروه؟ يقولون ولد الله؟ أين الدليل؟ تدبروا في القرآن. قال اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. حتى في هذه القضية أنكم تدعون أن الملائكة هم إناث وأنهم بنات الله، أنتم تكرهون البنات، فلماذا تدعون أن لله البنات ولكم البنون؟ كيف تحكمون؟ ما هو المنطق الذي يحكم أفكاركم؟ ما هو المنطق والحجة والدليل التي أقمتم عليها هذه الترهات وهذه السفاهات؟ تدبروا في القرآن كيف يقرع عقولهم، أفلا تذكرون؟ ثم قال أم لكم سلطان مبين، أين دليلكم؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أنت إذا كنت صادق في هذه الدعوة أظهر البينة، أظهر الدليل، أظهر الكتاب الذي تستند عليه فيما تقول. أنت تدعي هذا وعشت العمر على هذه الترهات والحماقات، وتوارثتم تلك الحماقات جيلا بعد جيل، ورثتموها عن آبائكم وأجدادكم. أين السلطان والدليل؟ تدبروا كيف القرآن يرتقي بالعقل البشري ليخرجه من دهاليز الشعوذة والدجل والحماقات والكذب والافتراءات التي لا تقوم على دليل، إلى نور التفكير، التفكير المنطقي القائم على الحجة والدليل والبرهان. قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، هاي قضية انتهت. الأمر الآخر، جعلوا بين الله سبحانه وتعالى عما يقولون وبين الجنة نسبة، الجن الذين يخافونهم ويعملون لهم ألف حساب، وقالوا ولد الله من النسبة مع الجن. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، حتى الجن يعلم أن هؤلاء سيحضرون يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأقوال التافهة، عن هذه الحجج الواهية التي عشعشت في عقولهم وأفكارهم وعاشوا عليه، عاشوا وماتوا عليها، ولا حجة لهم فيما يدعون. قال فإنكم وما تعبدون، جن وأصنام وأحجار وملائكة وكل ما تعبدون، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أنتم بمعتقداتكم الفاسدة لن تتمكنوا من إضلال أحد إلا من كتبت عليه الضلالة فهو صال الجحيم، ولن يستمع إلى أقوالكم وترهاتكم إلا من كان هو من في الضلال المبين وهو صال الجحيم. ترهات. قال وما منا إلا له مقام معلوم. الملائكة اللي أقسم بيهم في البداية والصافات صفا، كل واحد فيهم له مقام معلوم، كل واحد فيهم. وإنا لنحن الصافون، والصافات صفا، وإنا لنحن الصافون بأمر الله سبحانه وبقدرته، وإنا لنحن المسبحون. هذا كلام الملائكة، هكذا يقولون، يسبحون ربهم ولا بالليل والنهار ولا يفترون، يطيعونه ولا يعصونه، يستغفرون للمؤمنين، يمشون بأمر الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا لا يقولون، هؤلاء القوم بلغت بهم السفاهة أن يدعوا ويفتروا على الملائكة ما يفترون،
والملائكة لا يقولون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كانوا يقولون هؤلاء الكفار لو أن عندنا ذكرا من الأولين، ليتنا كان لنا كتاب كما كان في بني إسرائيل وغير بني إسرائيل، لكنا عباد الله المخلصين. ولكن أراد الله سبحانه برحمته وحكمته أن يقيم الحجة على هؤلاء، فأرسل لهم نبيا وأنزل عليهم كتابا. فماذا كانت النتيجة؟ قال فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، منهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حقت كلمة الله في كل الأمم أن الرسل يكذبون وأنه لا يؤمن معهم وبهم إلا القليل، ولكن ذلك لن يغير من الحقيقة شيء، في النهاية هم المنصورون وجند الله هم الغالبون. قال فتولى عنهم حتى حين، اعرض عنهم واترك، انت بلغت اتركهم وابصرهم فسوف يبصرون، امهلهم واعطهم وقت لانهم سينتظرون. افبعذابنا يستعجلون، يريدون عذابا ينزل عليهم كصاعقة عاد وثمود، استعجلوا بالعذاب. قال فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، حين ينزل بساحتهم العذاب، الله قادر على أن ينزل العذاب، ساء صباح المنذرين. والحل وتولى عنهم حتى حين، العذاب لا ينزل عليهم كما يريدونهم وقت ما يشاءونهم، لا، فالله يمهل ولا يهمل، وكل شيء عنده بمقدار. ولو أراد الله أن ينزل عليهم صاعقة لنزل، وفي بعض الأقوام لا ينزل. إلياسين على سبيل المثال، إلياس الذي ذكره قبل قليل في الآيات المباركة والسورة المباركة، ما ذكر لنا شيئا عن عذاب قومه، وما ذكر أنه عذب قومه، وما ذكر أنه دمرهم كما قال عن لوط وعن غيره من الأنبياء. إذن ليس كل من كفر يعذب وينزل عليه العذاب في الدنيا، الله سبحانه جل شأنه له تصريف وتدبير في شؤون عباده، يصرفها كيف ما يشاء وكيف ما يريد لا كيف ما يريدون. وبالتالي فهؤلاء من المكذبين المعاندين من قريش، يستعجلون بالعذاب والله لا يريد أن ينزل عليهم عذابا في ذاك الوقت، وحين ينزل العذاب ينزله بطرق مختلفة. نزله في غزوة بدر على رؤوسهم وعلى كبرائهم، نزله في غزوة أحد، أنت لا تعلم كيف ينزل العذاب. قال فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. هؤلاء القوم دعهم ينتظرون، سينتظرون وسيبصرون وسيرون العذاب، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، لأن حكمة الله وقدره ماش ويسير على عباده أجمعين كيف ما يشاء. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربي عز وجل يسبح هنا في هذه الآية، تسبح هنا سبحان، سبح ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عن كل الوصف الذي وصفه به هؤلاء، من ادعاء الشريك إلى ادعاء الولد إلى الملائكة إلى الكلام عن الجن والجنة نسبا، إلى كل ما ادعاه هؤلاء، تنزه الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تدبروا في القرآن العظيم في نهاية هذه السورة المباركة، كيف جاء على عشرات من الأساطير والأخبار الكاذبة والمعتقدات الفاسدة والتأويلات الباطلة التي أقام عليها أصحابها دهورا دون أن يقيموا أو يثبتوا فيها ولا حجة واحدة ولا دليل واحد. وتدبروا معي كيف القرآن العظيم
الله سبحانه وتعالى ابتدأ السورة بوصافات صفة بالقسم العظيم بالملائكة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وختامها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام على كل المرسلين الذين جاءوا ليخرجوا أقوامهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشك والأساطير الباطلة والادعاءات الواهية الكاذبة إلى نور العلم ونور الإيمان ونور العقل الذي يرى الدليل هاديا له إلى الصراط المستقيم. سلام على أولئك المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أتم النعمة، الحمد لله الذي أعطى الإنسان عقلا يفكر به، الحمد لله الذي أمر عباده بالتفكر، الحمد لله الذي أمر عباده بالتدبر، الحمد لله الذي جعل على الإيمان أدلة وصدقا، وجعل كذلك على الجهل والكذب والافتراء، وأقام عليه عشرات الأدلة التي تثبت هذا الكذب وهذا الافتراء وذاك الزيف وهذا الخداع، ليخرج به البشرية من ظلمات عانت منها وما تزال تعاني بعض المجتمعات البشرية منها حين تخبطت بعيدا عن منهج القرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.